اختفى غيث مروان من على مواقع التواصل الاجتماعي لعدة أيام، وكان السبب وفاة جده، فنزل ستوري أعلم فيها المتابعين عن هذا الخبر واختفى من بعده. الله يرحمه ويسكن فسيح جناته ويصبر كل أهله وأحبابه. أما شادن فنزلت فيديو جديد وثقت فيه شفاء ابنها من بعد معاناة كبيرة مع المرض والعمليات الجراحية. الحمد لله على سلامته، الله يحفظه ويحميه. أما أنس وأصالة فشاركوا أول فيديو بقناتهم الإنجليزية الجديدة، واللي حققت نجاح كتير كبير على مستوى العالمي، فصعد أول فيديو ترند بعدة دول أجنبية. فرغم بدايتهم بالقناة الجديدة إلا أنهم لساتهم نشيطين بقناتهم العربية بشكل جدا طبيعي، حتى أنهم عملوا على أنترو جديد للقناة، وكان هذا الأنترو مع البيبي الجديد نوع. أما نور ستارز فرجعت نشيطة من جديد على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة على انستغرام، فنشرت صورة جديدة وأجمع أغلب الجمهور على جمال الصورة، ومن بينهم أمها اللي كتبت كيم كارداشيان راح تموت قهر تخبل الصورة، وعلقت نور ستارز به صحيح الإرد بعين أم غزال بس ترى هالصورة فعلا فعلا تجنن. وبعدها أجابت نور على عدة أسئلة وصلتها من الجمهور، واللي كان من بينها هل هي مرتبطة، وأجابت نور بهالستوري. يعني اللي شاف آخر فيديو بيعرف أنه أنا مش مرتبطة، بيعرف القصة، بس أنتوا لأنكم ما بتشوفوا ما شفتوا آخر فيديو يوتيوب. لا جايز ماني مرتبطة، I'm single. معروف عن أبو شير وعن مشاركته لصور بناته وأولاده على حسابه على انستغرام اللي بيتابعوا فيه أكثر من 36 ألف شخص. ففاجأ أبو شير هالمرة متابعينه بصورة لإله شبهوا فيها البعض لعبد الحليم حافظ، فشو رأيكم أنتو؟ لمين بيشبه أبو شير؟ اكتبوا لي رأيكم بخانة التعليقات. وهون نكون وصلنا لنهاية الحلقة، لا تنسوا تضغطوا على زر اللايك وتشتركوا بالقناة لتوصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول.